النساء في تونس، يكفي أن تبدأ جملتك بهذا حتى يتوقع السامع أن تتكلم عن الحقوق والحريات والريادة والمشاركة المتكافئة في مجالات الحياة المختلفة. لكن الأمر في تونس ليس بهذه البديهية. القانون التونسي يضمن فعلا جزءا لا بأس به من الحريات والحقوق للمرأة على اعتبارها مواطنا. حق الانتخاب والترشح هو أحدها. القانون التونسي يقر مبدأ المناصفة في القوائم المترشحة للانتخابات أفقيا ورأسيا، أي أن على كل حزب أن يلتزم بعدد متساو من الرجال والنساء في القوائم وعلى رؤوسها. لكن إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تبين أن الأحزاب المترشحة لم تلتزم بهذا المبدأ، حيث بلغت نسبة القوائم حزبية ومستقلة أو التي تترأسها النساء 30.33%، بينما بلغت نسبة النساء من إجمالي المرشحين 48%. نسبة مشاركة المرأة وإن لم ترتقي إلى مستوى التطلعات فإنها تشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز وجود المرأة في المناصب القيادية وتعطي لصوتها أهمية أكبر في دوائر القرار. في هذه الانتخابات أيضا وجود واضح لشباب تقل أعمارهم عن 36 عاما، حيث مثلوا 52% من عدد المترشحين. دور أكبر منحته الثورة التونسية للشباب وفرصة لممارسة العمل السياسي الحقيقي، فرصة كانت منعدمة في زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مثالا، فهو أصغر شخص يتولى هذا المنصب في تاريخ تونس المعاصر. الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب التي تكونت بعد الثورة ساهمت في إشراك العدد الأكبر من الشباب في العمل السياسي، بما أهلهم لتمثيل منتخبيهم في البلديات ومنها إلى مناصب أعلى. أما عن ذوي الاحتياجات الخاصة فقد ترأسوا 18 قائمة فقط من بين ما يقارب 2000 قائمة، تمثيل ضعيف لفئة من الشعب التونسي قد تكون الأكثر احتياجا إلى تمثيل حقيقي في البلديات، حيث أن أغلب المؤسسات التونسية تفتقر إلى البنية التي تسمح لذي الاحتياجات الخاصة أن يعيش يومه ويمارس مهامه دون أن يحس بالاختلاف أو بعدم قدرة على دخول مكان ما أو فعل شيء ما. ويبقى على الناجحين في هذه الانتخابات التفكير في كل فرد في المجتمع التونسي مهما كان وضعه أو تصنيفه في مشاريعهم المستقبلية، حتى وإن تجاهلوا ذلك في برامجهم الانتخابية.